ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض القطايف، اكله رمضانيه جميله هنعملها مع بعض بطريقه سهله وطريه وحلوه جدا، عشان احنا هنا في اليونان ما عندناش القطايف اللي بتتباع زي مصر والدول العربيه. احنا هنعملها في البيت بطريقه سهله وتكون طريه ونشفة ومحشية مكسرات ومحشية كريمة. خليكم معايا، شوفوا الفيديو، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. اللي ما يعرفنيش، انا كاترينا ودي قناتي، واللي ما اشتركش فيها ياريت يشترك. سيمرا فيكشم انا ارافيكو جليكو تترون بولي استرامداني στην νηστεία. Είναι πάρα πολύ ωραίο γλυκό με πολύ εύκολο τρόπο και πάρα πολύ νόστιμο. Λέγεται κατάιφ. Νεχάτ τη σαρμπότ الأول μάμπα άλλα من جاهز القطايف بتاعتنا. الشربات بتاع القطايف بيكون تقيل، عايزين 3 كوبايات سكر وكوبايتين ميه. بنحطه على النار عالية، ما بنقلبوش خالص لحد ما يبتدي يغلي. بعد كده بعصرة ليمون وشوية فانيليا. جاتو شرابي إني تريا بوتيريا زاخري زي بوتيريا نيرا برازي برازمو إنا كوتالي خيمو ليموني. هنحط مع بعض المقادير كلها في الخلاط. ثلاثة دقيق، نص سميد ناعم، والخميرة والسكر والملح والصودا. στο μίξερ θα βάλουμε όλα τα υλικά, 3 ποτήρια αλεύρι, μισό σμιγδάλι, 3 σκοτελιές ζάχαρη, 3 ποτήρια νερό, αλάτι, μαγιά, baking powder και σόδα. Θα γίνει τόσο τυβέ και μπορούμε να σώπ زي ما انا بصب كده بالكوباية او بالمعيار، وممكن نصب بطريقة تانية عشان يطلعوا كلهم مظبوطين بمقاس واحد. ستيجان تيفال فكانو سان بانكيك ميكرا اتس بو فليبت بيني سي ان لتو مولس بيرني خروم ابوكاتو تو فغاز كي فغازي فوشكالس. المعيار تكون كوباية المقاس ده والمعيار ده يطلع لك كلهم حجم واحد، بيكون اسهل واسرع وبيبقى الشكل كله واحد. اول ما بطلع الفقاعات بعرف ان هو استوى وبقي لونه ذهبي من تحت، وفقاعات من فوق ما فيهاش اي عجين ومستوية معي. اتش بتوبلبته مولز فغالي فوشكاليس και γίνεται άσπρο από πάνω και χρυσό από κάτω, είναι έτοιμο το κατάιφ. Και το κατάιφ πιτάει την αγκάζα. Τα ρίγια. Αλλασέν η κρίμα. Αγίπ μάλακτην γύπνα κρίμι. Μάλακτην ίστο. Μάλακτην σούκορ. Μάλακτην γκουζ هند. وهقلبهم مع بعض وهعمل كريمة حلوة طعمها حلو جدا. جاتي كريمة زي كوتاليا فيلادلفيا زي كوتاليا كاريدا زي كوتاليا زاخري كذي كوتاليا كريمة غالكتس. الحشوة التانية مكسرات، انا بحب الزبيب في القطايف قوي، وعين الجمل وجوز الهند.
بتطلع حلوة جدا. يتعلو جيمسي إنكسروش كاربوز استفيدا كاريدا كاريدي كي لغو زخري توفاز تميسي كي كلينو اتسي كي تمية كي تنالي. بحشي بالكريمة وبحشي بالمكسرات وبقفل جامد قوي، بدوس عليها مرتين عشان تتقفل كويس وتفتحش منك جوه الزيت. الصغيرين هنسيبهم على جنب عشان اوريكم في الاخر هنعمل بيهم ايه. على نار متوسطة بقليهم، واول ما بياخدوا اللون الذهبي بطلعهم وحطهم في الشربات البارد. لو عايز القطايف تكون مقرمشة لازم الشربات يكون بارد والقطايف سخنة تطلع من الزيت على الشربات على طول. يانا فون ترغنا ريبنيني كريو تشروبي كيزستو تو كتايف تو جلوكوماس ينايني ترغنو. بعد ما قليت المكسرات هقلي اللي بالكريمة. دلوقتي هنقلي العصافيري، بقفلها من تحت واسيبها مفتوحة من فوق زي القمح. يتوالو سكيديو بويني مكريمة توكلينو ستيماسي كيتوكانو سان خوناكي. كده الشكل التاني يكون مفتوح، وهجيب الكريمة اللي احنا عملناها مع بعض وهحط سوداني، هحط فستق حلبي، هحط لوز، ممكن تزوقيها بالطريقة اللي انت عايزاها. ما بحطش فيها شربات، برش عليها الشربات من فوق بتبقى حلوة جدا. اتسين توالو سيديو ونيجي مستو مي كريما اني تويديو كريما بوخ مكان مازي تويجي ميشو متخوناكي كي فاجو فيستيكي يينيس اي فيستيكي عربكا اي او تيك سولوش كربوز اخم اني بارا بولي اوري غلكو تو فياخنون ستو رمضاني. Αλλά είναι αξίζει να το δοκιμάσετε. Είναι και πολύ εύκολο. Είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Το φτιάχνουν πολύ στην Αίγυπτο και όλη η Αραβία. Κοίτα, σέκλη μάια. Κοίτα, ο τόιφ πιτάτη είναι με αρμίσα. Είναι με αρμίσα κρίμα. Ένα μπαχαμπά γκίντεν. وكمان المحشية مكسرات والعصافير المحشيين. في ناس بتحط العصافير نية ما بتقلهاش، بس وهي مقلية بتبقى مقرمشة وأحلى. شكرا لكم حبايبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش بقى بالاشتراك. فخرجتو بولي دوكي ماستو اكسيزن دوكي ماست كاليسا سوركسي فخرجتو. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة وعجبكم الفيديو ياريت تعملولي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديو مسيمرة كانوا لايك سبسكرايب.